والى مدينه السلام مدينه شرم الشيخ حيث تتواصل الاستعدادات التي تجري على قدم وساق بمدينه شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ كوب 27 للمزيد من المتابعه تنضم الينا مراسله التلفزيون المصري سالي سالم سالي بعد تحيه ضعينا في تفاصيل اخر الاستعدادات لمؤتمر كوب 27 لديك في مدينه شرم الشيخ نعم تحياتي لك ريهام ولمشاهدينا الكرام ما زلنا في هذه المتابعة اليومية من المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ والتي تستعد وتوضع بها اللمسات النهائية استعدادا واستقبالا للمؤتمر العالمي الأهم قمة المناخ لعام 2022 والتي تستضيفها هذه المدينة في الفترة ما بين السادس من نوفمبر وحتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري دعينا في البداية نتحدث عن هذه اللمسات الأخيرة التي وضعت اليوم وتزينت بها قاعة المؤتمرات الدولية الإعلام التي تزينت داخل هذه القاعة وتعبر عن الدول المشاركة والتي أعلنت ويمكن تابعنا على مدار الأيام الماضية إعلان رؤساء الدول المختلفة والقادة والملوك وأيضا رؤساء الحكومات مشاركتهم في هذه النسخه من هذا المؤتمر دعينا نرحب بضيفي على الهواء مباشره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ونتعرف منه على اخر الاستعدادات واللمسات النهائيه انا برحب بسيادتك في البدايه على شاشه التلفزيون المصري يعني ما تم في هذا اليوم تحديدا من وضع لمسات نهائيه على الاستعدادات التي تمت منذ عده اشهر داخل هذه المدينه في الحقيقه طبعا انت عارفه النهارده هو بكره هنقفل يعني كل الاعمال اللي هي كنا مخططينها، الانشاءات، الطرق، الاسفلت، الدهانات، الاعلام كمان، بكره بانتهاء بكره 3/3/11 جميع مدينه شرم الشيخ هتكون مزينه بجميع اعلام الدول. انت النهارده شفتي نقاط المؤتمرات ركبت الاعلام بتاعتها، لا احنا المدينه بقى كلها على مسافه 40 كيلو متر مربع 2000 علم. بكره هيترفعوا على جميع انحاء المدينه ان شاء الله هم النهارده بداوا أه، تقدري تقولي ان احنا هنعلن بكره ان مدينه شرم الشيخ جاهزه ومستعده لاستقبال المؤتمر كوب 27 امبارح كان عندنا السيد رئيس الوزراء اطمئن بنفسه وايه جوله الصبح وجوله بالليل جوله مسائيه لان شرم الشيخ بالليل غير الصبح منظر بالليل بيبقى منظر تاني خالص اضاءه في جميع انحاء المدينه يكون سلام بتنور بقى بقى يعني بالمناسبات لو في مناسبه معانا بتاخد لون المناسبه سيادته فيها في امبارح المنطقه الخضراء والأدادات والتجهيز شاف القريه البدويه اللي هي هتستقبل الضيوف يعني في, لحظات اللحظات الضيوف ممكن يروح القريه البدويه يشرب شاي يقعد ياكل اي اكل بدوي شافها عايز اقول كل الكلام ده انتهينا منه خلاص يعني احنا بكره 3/11 وده اخر ميعاد احنا سرد قلينا من سيد رئيس الوزراء الانتهاء من جميع الاعمال 3/11 طيب ليه؟ لان طبعا الامن بدا يخش بدا يتواجد الامن المرور بدا يتواجد بدا يحتل اماكنه يعني ان شاء الله نقدر نقول ان مع صباح يوم 4/11 المدينه تستطيع ان تنفذ المؤتمر مش يوم 6 لا يعني يوم 4 الاتوبيسات شغاله واخده اوضاعها محطات الاتوبيسات كلها انتشرت حاطين يوفق جنب المحطات في التوقيتات بتاعة الاتوبيسات باماكن بالخط السير كل حاجه كل حاجه عايز اقول لك حتى الجوامع الجوامع كلها اضيقت وجاهزه لاستقبال الضيوف اللي هم طبعا هيبقى في مسلمين كتير عايزين يصلوا وعايزين موجودين الكنيسه الكنيسه اللي عندنا كنيسه السمائين تزينت جاهزه يعني هقول لك ايه السوق القديم عندنا اماكن طبعا جميله جدا السوق القديم انتهينا من طرف كفاءته انتهينا من, من 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 ساحه المسجد اللي هي في منتهى الجمال يستطيع الناس تتجول هناك بسهوله النهارده انا بمر في سوق سكوير ده سوق سكوير وموجود فيه حاليا بتطمن على الاستعدادات الاخيره اتكلمنا سياده اللواء عن الاستعدادات الخاصه بالمنشات الفندقيه والسياحيه واللي بتستقبل الوفود بالطبع بعد وصولهم الى مطار شرم الشيخ اقدر اقول لك احنا عندنا حوالي دلوقتي 104 فندق فيهم نت فاكسر خلاص ممكن كان وزير الاتصالات كان عندنا يوم السبت تقريبا وانا مريت عليه على الفنادق وشفنا بنفسنا وتاكدنا بنفسنا ودخلنا قاعه المؤتمرات وتاكد بنفسه ان النت فائق السرعه موجود وان اترفعت قدرات كتيره قوي اتحطت اعمده يعني للبس او اللي هي النخل الكبير ده اللي بتحط بتاع خاطر تقويه الارسال موجوده اماكن كتيره قوي قويت فيها الارسال لان النت ده عصب المؤتمر الاستيعابية فندم القدرة الاستيعابية لهذه الفنادق لاستقبال ما يقارب الأربعين ألف شخص البارح أن احنا فتحنا فندقين والزارة بتاعت رئيس الوزراء السابقة فتحنا فندقين دي ده كل دي غرف ضخت في شرايين المدينه حاجات جميله جدا حاجات حديثه جدا غرف حديثه الاساس بتاعها جميل امبارح اتنين فندق عايز اقول كل دي حاجات اضيفت لشرم الشيخ ومش دي وبس لا ده في حاجات تاني يمكن على اول السنه في حاجات جديده المدينه بتتطور للاحسن وتقدري تقولي دلوقتي ان احنا بقيت بقيت شرم الشيخ الجديده لو تحدثنا عن بعض الفعاليات التي تتم على هذه الايام منها مؤتمر الشباب اللي تم افتتاحه اليوم واللي هيخرج ببعض التوصيات ترفع الى هذا المؤتمر تفاصيل اه طبعا انت بتتكلمي على كوي 17 الكوي 17 ده مؤتمر للشباب برضو برضو بيخدم البيئه وبيخدم الموضوعات اللي هت... اللي, هت... اللي هتتناقش في الكوب 27 النهارده السيد وزير الشباب والرياضه والسيدة وزيره البيئه والمحافظ النهارده فتحنا فتحنا فعاليات الكوي 17 حاجه جميله شباب من دول العالم كلها حسب ما انا عرفت يعني 90 دوله 140 دوله دوله غير ولادنا احنا وكل اي مشروعات معموله ان كان كان رائع كان احتفال رائع وفعاليات بكره في ماراثون دراجات بكرة في ماراثون دراجات مدينة السلام زينت ب... عندهم الفرق الموسيقية عملوا حفلة موسيقية ضخمة وأنا دعيتهم يعملوا حفلة على إيقونة السلام ويحضرها الشباب ده حوالي ألف وأكثر من ألف شاب وشابة موجودين هيحضروا غير المصريين هيحضروا في ساحة إيقونة السلام لعمل برضو زي إيفنت عالي عايز أقول برضه أن وزارة الثقافة عملنا ايفنتات يوميا اعتبارها من يوم سبعة كل يوم عندنا ايفنتات في كذا مكان يعني مش ايفنت واحد في اليوم لا ده, ده اليوم الواحد فيه اربع خمس ايفنتات خليج نعمه فيه السوق فيه الايكونت السلام فيها هنا في هنا في عايز اقول ان وزاره الثقافه عامله برنامج ضخم جدا خلال فتره المناخ اشكرك سياده اللواء خالد فوده شكرا شكرا يعني رهام ومشاهدينا الكرام غدا ستعلن محافظة جنوب سيناء انتهاء كافة اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق هذا المؤتمر في السادس من نوفمبر القادم والكلمة تعود إليكم مرة أخرى فيها أشكرك شكرا جزيلا سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري والشكر موصول إلى ألواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شكرا جزيلا لك